بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية، أقيم مهرجان خطابي في صالة حزب البعث العربي الاشتراكي في درعا، وزيارة للكتيبة الطوعية التي تأسست مطلع هذا العام. بداية الانتصار هو تكامل الثلاثية، وجود الشعب الوفي والشريف، ووجود الجيش القوي، ووجود القيادة الممثلة بسيادة الرئيس بشار الأسد، وما هي إلا امتداد لقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد بتشرين 73 التي صنعتها ذلك الانتصار. واليوم بإذن الله بنفس الثلاثية وبنفس الأبعاد القيادية للسيد الرئيس وشعب درعا الشريف، والقسم الكبير منه شارك بالكتيبة التطوعية وهي الرديف الأول لجيشنا العربي السوري في أرض هذه المحافظة. قريبا إن شاء الله سنعلن الانتصار على ساحة هذه المحافظة ضد هؤلاء التكفيريين الظلاملين الكفرة الذين وضعوا أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني. ذكرى حرب تشرين التحريرية هي ذكرى 43، فهي ذكرى الانتصار لقواتنا المسلحة بعد حرب 67. هذا الانتصار الذي تحقق وكان تعديد له وإعداده والتخطيط له من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد رحمة الله عليه، وكان هناك نقطة تحول في قواتنا المسلحة، الانتقال من مكان إلى آخر. أولى أهدافه هو تحطيم أسطورة العدو الذي لا يقهر، والذي تحطمت هذا العدو المتعجرف آنذاك، ووصلت قطعاتنا وتشكيلاتنا إلى أماكن متقدمة وتكبد خسائر كبيرة. له أهداف عدة على مستوى الداخلي، على مستوى العربي، على مستوى العالمي. أفاق العالم كله أنه ما كانوا يتوقع أن تكون سوريا في هذه الحرب، ولكن انتصر سوريا وحطمت أسطورة العدو الذي آخر. الكلمات التي ألقيت في المهرجان شددت على أن الجيش العربي السوري هو الضامن لوحدة واستقرار سوريا، بالإضافة إلى توجيه الشكر للأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا في وجه العدوان المتمثل بالإرهاب، والقوى التي تقف خلفه وتقدم له كل أشكال الدعم. اللواء الطوعي هو رديف للجيش، ولا بل انه الخط الاول مع الجيش بمحافظه درعا. وتشكيل الكتيبه طبعا من الوقت اللي اجوا لهلا نحن مع الجيش بالخط الاول تماما، ومتجهزين لتنفيذ اي مهمه مع قوات الجيش والقوات المسلحه. ذكرى حرب تشرين التحريريه تمر اليوم والسوريون قاب قوسين او ادنى من تحقيق الانتصار على ادوات العدو ذاته الذي كسرنا اسطوره انه لا يقهر قبل 43 عاماً.